أحد العلماء ينقل القضية التالية، يقول في يوم من الأيام توفي رجل معروف. هذا الرجل كان معروف وكانت له خدمات، ولكن كانت في حياته بعض القضايا، بعض المشكلات، بعض اللمم. المؤمن أحياناً تصدر منه بعض الأعمال. يقول أنا في تلك الليلة التي توفي فيها رأيته في المنام. طبعاً هذا مو منام، وإنما الشيء تؤيده الروايات أيضاً، يعني المطلب في حد ذاته معتبر بالروايات المأثورة. يقول رأيته في المنام جاء به ملكان إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخذوا يطوفون به حول القبر. العادة المتبعة أن الميت عندما يموت في تلك البقاع يطوفوا حول قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بقية المراقب. يقول أخذوا يطوفون به، شفت آثار العذاب ظاهرة عليه، لأنه العبد بمجرد ما تنفصل هذه الروح عن البدن إما إلى جنة إما إلى ناري، هناك بداية المعاينة. لكن عندما يجيبون الميت إلى هذا المرقد المطهر العذاب يرتفع عنه احتراما لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول ما كان أكو عليه عذاب، ولكن آثار العذاب ظاهرة عليه. هذه القضية منذرة من جهة ومبشرة من جهة ثانية. يقول أخذوا يطوفون به ثم أرادوا أن يخرجوه من الصحن. بعد انتهى، بمجرد ما يطلع من هذا الصحن يعود إلى ما كان فيه من العذاب. يقول توجه إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال للإمام إذا الآن طلعوني بعد من يخلصني من هؤلاء وماذا يكون مصيري؟ فقال الإمام صلوات الله عليه وهل نسيت ذنوبك؟ الذنوب التي عملتها في حياتك ألا يجب أن تجازى عليها؟ فتوجه إلى الإمام صلوات الله عليه وقال صحيح أنا مذنب، ولكن ألم أكن أقيم المجالس لكم في حياتي؟ ألم أكن أتخذ مجالس فرح لفرحكم ومجالس عزاء لحزنكم؟ فقال الإمام صلوات الله عليه الشاهد في هذه الكلمة كل ما فعلته لم يكن من أجلنا، وإنما كان لطلب الشهرة حتى يقال فلان هو الذي فعل. الدليل تعلمون شنو؟ الدليل بهلول رأى هارون يبني مسجد، يردون يخلون اسم هارون على المسجد، قال قفوا للعمال خلوا اسمي على هذا المسجد. بنى هذا المسجد بهلول. قال هارون ماذا تقول؟ أنا اللي تعبت، أنا الذي بذلت، والمسجد يبنى باسمك؟ قال هذا هو هدفي، أردت أن أقول لك أن نيتك لم تكن لله، فليكن أنت بنيت المسجد فليكن باسم شخص آخر، شو المانع من ذلك؟ لماذا يتظاهر الإنسان بالعمل ليعمل العمل سرا؟ كل ما فعلته لم يكن لنا وإنما كان لأجل الشهرة وحب السمعة. فقال للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه صحيح ذلك، ولكني كنت أحبكم بقلبي وروحي. بعد هذا ما برياء، هذا الحب الذي نحمله، هذا العشق الذي نحمله لهؤلاء الصف، وهذا بعد ما في رياء، هذا بعد ما في سمعة،
وإنما ينبع من أعماق وجودنا. وكان إذا ذكر اسمكم في مجلس بعظمه كنت أسر لذلك. هذا بعد ما في رياء، بعد ما في سمعه. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه للملكين اتركاه. هذه شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهل البيت يشفعون لمن والاهم، ولكن تلك المقامات العظيمة لا ينالها إلا المخلصون. الإنسان يجب عليه أن يعمل الخير في حياته، ويتزود من الخير في حياته، ولكن يجب أن يكون مواظبا أن يكون المنطلق هو الله. يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه النشأة التي نحن فيها لنتزود بالعمل المخلص لتلك النشأة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.